الناس كلها ان شاء الله كده تمام. اه تمام يا باشمهندس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الثالثة أو اللقاء الثالث من الماسترنج أوتوكاد أدفانسد. أوتوكاد أدفانسد دي ثالث مرة. احنا اتكلمنا قبل كده على المواضيع ديت كلها، اتكلمنا عن اللايرز و التكست نوتيشن اديشن تكست، اتكلمنا عن التيبلز والديناميك بلوك، وقفنا عن الاتريبيوتس، ونبتدي نكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشوف بس الرسائل عشان لو في حد طلب من حاجة. أنا من سامع صوت باشمهندس ثروت. باشمهندس هي متسجلة عندي وبرفعهم على البلاي ليست، هي نفس البلاي ليست بحط عليها الحاجة كلها. المواضيع اللي فاتت بس الموضوع اللي فات اللي هو كان بس اللي هو بتاع الديناميك بلوك. ماهر مصطفى، باشمهندس ماهر سامع الصوت كده؟ يوتيوب مهندس مصطفى كله سامع يا جماعة؟ ايوه باشمهندس، نبتدي نسمع. الصوت بيقطع بس شوية. الهندسة لو ممكن تعمل شير تاني للشاشة. أيوة تمام، تمام. أيوة تمام، نبدأ. ماشي، والريكوردينج شغال، التسجيل شغال اهو. تمام. بسم الله والصلاة والسلام في ماسترنج اوتو ديسك اوتوكاد. اللقاء الثالث في الاوتوكاد ادفانسد وعلى التكست، وعملنا الانوتيشن عليه، والانوتيشن هو انطبق على من التكست، اتطبق نفس الكلام على الدايمنشن وعلى الليدر والمالتي ليدر والبلوكس والاتريبيوت، واتكلمنا على اليوزنج، واتكلمنا على التيبلز، والمحاضره الثانيه اتكلمنا عن الديناميك بلوك وازاي نعمله والفيزيبيليتي واللوك اب، كمان اتكلمنا على الموضوع كامل. طيب
بالنسبة للموضوع لغاية هنا يا جماعة، في حد عنده أي استفسار؟ في حاجة ضمن الناس؟ هنخلي المحاضرة، هنخلي اللقاء ده حوالي ساعة ونص، ونص ساعة للأسئلة. فلو حد عنده محضر ولا حاجة أسئلة، يا ريت بس يعني يعمل نوت كده في جنبه، يكتب الأسئلة اللي هو عايز يقولها، وإن شاء الله نجاوب عليها في الآخر. وهنخلي المحاضرة قصيرة شوية عشان الكمية المعلومات تبقى إيه، تبقى ملمومة. وطبعا لو لو ما خلصناش هنكمل، هنفتح لقاء تاني وهنشوف حسب حسب ما هنخلص. يعني لازم نخلص كل حاجة. تمام تمام يا جماعة. طيب هنتكلم على الاتريبيوت. هو ايه الاتريبيوت؟ نرجع للاوتوكاد، وكنا بنعمل مثلا عايزين نكتب جوه تكست، هنقول مثلا دي فاونديشن. كان بتعملنا مشكله ان كل اف 1 كل قاعده عايزين نعمل لها قال لك طيب احنا التكست اللي موجود جوه البلوك، هنعمل كده نجرب البلوك كده، نعمل ايه اف اكس مثلا. دي بقى قاعده بمقاس الماء، قاعده رقم واحد. طيب انا عايز اعمل القواعد دي متغيره مع البلوك نفسه، لان مثلا اف 1 واف 2 واف 3 هي في المقاس واحد، ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كده سامعين؟ تمام. النهارده المحاضرة التالتة، هنبتدي من البداية. إن شاء الله النهارده التالتة، المحاضرة التالتة من أو اللقاء الثالث في اوتوكاد ادفانسد. احنا عايزين بنكتب فيها تكست، فعايزين نغير الرقم ده. ممكن يكون عندنا مثلا ثلاث، لو عملنا بلوك مثلا لرقم الشباك او الباب، فعايزين نغير كل مره الشكل، عايزين الشكل ثابت ولكن الرقم يتغير. فعملوا ايه؟ قالوا احنا هنعمل حاجه اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت هو تكست بالظبط، ولكن بيتعامل معاه ازاي؟ بيتعامل ان هو تكست متجوه البلوك. فالتكست العادي هيتنيه ثابت مش هيتغير، والاتريبيوت هيتغير قيمته. طب نعمله ازاي الاتريبيوت؟ وهنكتب مثلا ده تكست عادي اتريبيوت. هنعمله ازاي؟ هنكتب اي تي تي الامر. هو اتريبيوت ديفينيشن.
attribute definition. هيفتح معانا الشاشه دي. طبعا اللي يهمنا هي دي اهم حاجه فيهم. ليه؟ invisible ده هيتعمل هيبقى attribute ولكن غير مرئي. لما دبل كليك على البلوك هيبان ولكن مش هيبان في الطباعه ولا حاجه زي كده. تمام؟ الهوم بلوك اللي هو ايه؟ اللوك بوزيشن هو اهم حاجه عندنا. insertion point specify on screen عشان احطها. تمام؟ التاج هتبقى الاف نمبر الفاونديشن. تمام؟ what is الديفولت اف 01. او اف 1 عشان ما يبانش ايه اخبط اف 1. تمام؟ الجستيفيكيشن بتاعها التكست ستايل حسب ما انا برضو بحدد. انا بيبقى عندي كشركه يبقى ليا عندي ستايل تكست ستايل محدد فانا بشتغل عليه. التكست هايت احنا قلنا هيبقى كبير شويه اللي هو 3. تمام؟ نقول له اوكي اهي هتنزل هنا. طبعا شكلها كبيره شويه. هنمسح التكست العادي. هنسيب التكست دلوقتي عشان نبان الفرق فينا عندنا. تمام كده يا جماعه؟ طيب هنقول له كلوز سيف. مش باينه. احنا قلنا الحكايه دي قبل كده. ليه يا جماعه مش باينه؟ لان الاتريبيوت ما بيتقريش من اول مره. عامة في ساعات بيتقري بس عامة من حاجة اسمها attribute synchronize ATTSYNC attribute synchronize دي بتقول له روح وطلع لي البريفيو منها كل الداتا اللي فيها. فهقول له انتر هيقول لي ايه سيلكت ولا النيم؟ هقول له سيلكت طبعا. هروح مثال اعمل سيلكت على ده يقول لي اتريبيوت بلوك اف اكس او بيقول لي رقم البلوك اهو اسم البلوك. طبعا ما ظهرش. احنا كنا عملناه فيزيبل ATT السلام عليكم باشمهندس حسن، حضرتك معانا؟ السلام عليكم باشمهندس حسن. باشمهندس حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك الكونكشن يا جماعة مش عارف إيه بصراحة. هو النت بيروح ويفصل. نعم. بيجي ويفصل تاني، ما أعرفش النت واضح ضعيف ولا في مشكلة عند حضرتك أخرى. فالنت عندنا مش مستقر شوية. معلش. المواصفات بتاعته ايه؟ ايه المثاليه ديت؟ هنلاقي منهم انفيزا مار. واقول له
هندخل على البلوك ونشوفه ماله، هنعمل اتريبيوت سينكرونايز، هنقوله سيلكت يس، ظهرت اهي يا جماعه، نعمل دبل كليك عليها هتظهر هنا كده. طيب في كام نقطه عايزين نتكلم فيهم هنا؟ لو عملنا ميرور هيحصل ايه؟ بصوا يا جماعه هتلاقي ان التكست اتقلب انما الاتريبيوت زي ما هو عدل، فالتكست هتلاقيه بس مقلوب ازاي. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، لو حبينا نحط اتريبيوت تاني مع ده، ففي ناس بتروح واخدها كوبي كده على طول وتروح فاتحه وتروح مغيره هنا ده. اهم حاجه يا جماعه ده التاج يتغير، انا هسيبه كده ثابت وهنشوف هيحصل ايه. نقول له اوكي وات از مثلا هايت فاونديشن، انا عايز احط الهايت بتاعها هايت، ال 500 مثلا. شوف انا سايب التاج زي ما هو، البرومبت كويتشن غيرته والديفولت غيرته، هقول له اوكي وبعدين هقول له سيف. نعمل اتريبيوت سينكرونايز اهو، شوفوا ظهروا الاثنين ازاي. دي حاجه، بصوا الاثنين عملوا ازاي هنا ليه، عشان الاثنين نفس الاسم. طب لو عملنا دبل كليك هنا عشان نعدل، اه بصوا هنلاقي، هنلاقي واحد بالاسود لونه عادي اسود، واحد احمر. اديني تحذير هنا، الاثنين دول التاج استيكات ثابت، التاج متشابه، لازم التاج يكون مختلف، لازم التاج يكون ايه مختلف. لما ادوس على دي هلاقي التاني احمر، يعني بيقول لي ده ما ينفعش، ادوس على ده هيقول لي التاني احمر ما ينفعش، يبقى لازم اخلي التاج مختلف. هروح داخل على البلوك اديت وهقول له غير لي واحد فيهم، انا عايز اغير ده، هقول له فاونديشن هايت داش هايت بس اتش هايت، والباقي كله متغير تمام. هقول له طبعا هنا ما ينفعش مسافات في التاج، ما ينفعش مسافات، هنا ممكن نحط مسافات، وهنا الديفولت اللي بيظهر طبعا اي حاجه بتظهر، هقول له اوكي اهو، غير هنا الديفولت بتاع التاج، هقفل اقول له سيف. برده نعمل اتريبيوت سينكرونايز اي تي تي اس واي، اتريبيوت سينكرونايز طبعا ده ما رجعش لان هو ايه اتقلب طبعا، فخلاص هنمسحه ونعمل ميرور تاني كده اهو. نعمل دبل كليك عشان نعمل اديت، دبل كليك عشان نعمل اديت، هنلاقي الاثنين بقى لونهم اسود عادي، مفيش حاجه احمر فيهم. تمام كده يا جماعه؟ تمام كده يا جماعه؟ What is difference between attribute and text؟ قلناها defining attribute، redefining blocks with attribute دي عملناها، extracting attribute. طيب انا جيت يا جماعه هنا عملنا القواعد، هنغير الداتا بتاعتهم، هنقول ده اف 1 وده 600 تمام، ودول 700 650 اهم، دول 1000، دي اف 2 واف 2 هتبقى 700، اف 3 هتبقى 900. الداتا كده باينه يا جماعه، عايزين نطلعها في جدول، عايزين نعرف الجداول. في حاجه اسمها الداتا اكستراكشن، داتا اكستراكشن بس سيف ولا سيف،
ظهرت معانا اهي الشاشه، نفتحها من تاني من الاول. اقول له تولز، قائمه التولز، داتا اكستراكشن اهي. بيقول لي كرييت نيو داتا، فهقول له يس. هيسالني يقول لي احطها فين، فطبعا دي بحفظها في الفولدر بتاع الملف عشان ما تبقاش بعيد عنه، وابقى عارف ان في هنا داتا، لانه بيكتب في ملف خارجي اسمه دي اكس اي. هسمي نفس الاسم فاونديشن، سيف. اهو كتب اسم الملف فين مكانه، اللي هو اللي انا الاوتوكاد اللي انا هشتغل عليه. عايز احط ملفات جديده، كده ياخد الفولدر كله، كده ياخد ملف معين، هقول له مثلا اد عشان يجيب لي من ملف تاني، احطه هنا او اشيل ملف. تمام، طبعا اقول له نيكست. طبعا انا مش هخش في التفاصيل قوي دي، لان ده لي مره بتاعته مخصوصه. اقول له نيكست، بيقرا الداتا اللي موجوده في اللوحه، اهو جاب لي الحاجات كل الاوبجكتس اللي موجوده في اللوحه. فانا عايز البلوك اللي اسمه الاف اكس. طيب انا عايز اظهر بلوكات بس، هنا بيقول ديسبلاي اول، فهقول له لا، اظهر لي ديسبلاي بلوكس اونلي. ماشي، في ديسبلاي نون بلوكس، لو دخلت هنا هيختفي البلوك من هنا وهيظهر البلوك. وهنا هقول له ديسبلاي بلوك ويز اتريبيوت اونلي، طبعا لو في بلوك من غير اتريبيوت كان هيختفي، انما ده موجود لوحده فهو اللي ظهر. هقول له نيكست، جاب لي كل البروبرتيز اللي موجوده في البلوك هنا. احنا عايزين مثلا ايه، عايزين اتريبيوت بس، هي دي، هنشيل الباقي اهم. جاب الفاونديشن هايت والفاونديشن نمبر، الاثنين متحقق. تمام، نيكست. ده الشكل بتاعنا اللي هيظهر، فهقول له كومباين. تمام، في حاجه عايز اغيرها او حاجه اشيلها، الكاونت كولوم ده اللي هو ده، فانا عايز احط الكاونت كولوم عشان اعرف العدد، والنيم كولوم اللي هو نيم البلوك، لان البلوك طبعا احنا عارفين هو واحد بس، فمش محتاج. فادي الهايت وادي الفاونديشن، الفاونديشن عايز اجيب دي في الاول، اروح جايب ادوس عليها زي الاكسل العادي، ادوس هنا كده، مش زي الاكسل، زي الويندوز الاوتوكاد بتاع الاكسلورر بتاع الويندوز، بدوس وبعدين اجيب هنا، هتلاقوا في خط ظهر ازرق هنا اهو، هسيب. هيجيب لي الفاونديشن الاول، العدد الفاونديشن بتاعتها والهايت، وعايز الكاونت بعد الفاونديشن اهو، جبته هنا. يبقى يجيب الفاونديشن كذا، عددها كذا، الهايت بتاعها كذا. طب انا عايز يرتب حسب الفاونديشن، هروح دايس على الفاونديشن اهو، بجيب الاف 1 في الاول بعد كده اف 2. طب انا عايز اعمل بكولوم تاني اهو، بقول له اختار الحاجه التانيه اللي نعملها، هنقول في وقتها طبعا. نيكست، هنا بيقول لي النوعين، عايز تعمل انسر داتا في التيبل، تيبل هنا بس جدول، اقول له نيكست ستاندرد، كل حاجه تمام. تمام، نيكست. نيكست، فينش. هينزل معايا جدول هنا اهو. تمام كده يا جماعه، نزل معانا اف 1 اف 3، وادي عدد كل واحد، وادي الارتفاع بتاع كل واحد. طبعا لو غيرنا هنا الاثنين دول مثلا، عايزين نغيرهم نخليهم 500، بقوا 500 هنا بس في الجدول مش هتلاقيهم 500. نعمل سيلكت على الجدول ونعمل رايت كليك، في حاجه اسمها ابديت، ابديت تيبل داتا اهي، ظهر واحد جديد اللي هو اف 3 اللي هو ارتفاع ده 900 بتاعنا اللي هو 500 اهو، 500 اهو. اف 2 كان 700 بس، بقى عامل 500 و700. ممكن بقى ناخد فرصه بس عشان الحته دي مهمه شويه، فنجربها شويه يا جماعه، بس فرصه تجربوها 3 دقايق بس تجربوها.
جربته يا جماعة؟ مهندس آدم، ممكن ملخص من أول المحاضرة؟ هي دي يا باشمهندس آدم، سامعني يا باشمهندس؟ أنا هي دي أول المحاضرة، إحنا لسه ما عملناش حاجة تاني، ما عملناش حاجة قبل كده يعني. حضرتك دخلت إمتى؟ طبعا ما عملناش حاجة يعني، إحنا لسه أول حاجة هي اللي هنعمل الأتريبيوت. أنت كنت معانا في عمل الأتريبيوت؟ طيب يا جماعة في حاجة تانية يا جماعة، الموضوع مش طيب، حد يا جماعة تاني مع الموضوع واقف قدامه؟ طب ممكن يا باشمهندس عمر نعيد بس عشان في ناس لسه داخلة، فهنعيد عشان الناس اللي لسه داخلة دي، هنعيد بسرعة اللي حصل. احنا عندنا يا جماعة عايزين نحط الاتريبيوت، ايه الاتريبيوت؟ هو بالظبط زي التكست. احنا لو جينا في تكست في اللوحة، كان في زمان بنعمل بلوك، زمان لما نعمل بلوك فيه تكست فما بيظهرش معانا، او بيجي نعمل دبل كليك عليه ما بيظهرش، لازم اعمل بلوك جديد بمقاس جديد بكل حاجه. فلان في حاجه اسمها اتريبيوت، هعمل ريكتانجل كده واحط واعمله بلوك، بلوك اديت. طبعا انا ممكن اعمل البلوك الاتريبيوت في الاول او في الاخر، مش تفرق معايا، هي هي. فهعمله مره جوه قبل في الاول خالص، اللي هو الفونديشن او الويندو نمبر بقى دلوقتي، ويندو نمبر عشان المعماريين، ويندو نمبر. دبليو داش 01. تمام، هنشيل الانفيزبل دي، الانفيزبل دي عامة بيبقى البلوك موجود. حاضر، ال الاتريبيوت بيبقى موجود بس مش ظاهر، فاحنا هنعمل كذا اتريبيوت منهم الانفيزبل ده، بس احنا سيبينه دلوقتي مفتوح عشان نشوفه. جبنا الليفت الجاستيفيكيشن بتاعه والتكست ستايل وهنقول له اوكي، كتبه اهو محطوط هنا اهو كده. وهنعمل بلوك، بلوك ده ويندو نمبر، بس هنصغر بقى شويه عشان الويندو صغير. هنحط حاجات تانية معاه، نعمل ويندو نمبر. بيجمنت اهي، الاوبجكتس اهي، وهنقول له اوكي. تمام، ويندو نمبر اهو هيظهر لنا الحته دي. طيب عايزين احنا عملناه مره دلوقتي بره قبل ما نعمل البلوك، طب عايزين نعمله جوه البلوك. هناخد اي تي تي، هيظهر معانا اي تي تي اتريبيوت ديفينيشن، اي تي تي دي اي اف اللي هو اتريبيوت ديفينيشن. تمام، هقول له اعمل واحد، عايزين مثلا ايه التايب، ده عملنا النمبر خلاص. طيب الماتيريال بتاعته، الويندو ماتيريال، ماتيريال مثلا هنقول ايه، وود مثلا، خشب. تمام، وهنقول له اوكي. طيب انا مش عايز الماتيريال دي تبان في اللوحه، هعملها انفيزبل، يعني انا هصغر كده على قده اهو، همسك دي واحطها ايه، اخليها في على اليمين هنا في الـ في البروبرتيز، هلاقي في حاجه اسمها ايه انفيزبل اهي، هقول له يس انا مش عايزها تظهر، واقفل وهقول له سيف. ظهر معانا اهو، نعمل له اتريبيوت سينكرونايز اي تي تي اس واي ان سي. تمام،
دي بنعملها ليه؟ عشان يقرأ الداتا من البلوك، من البلوك نفسه. انتر، فبيقول لي عايز اسم تكتب اسمه ولا نعمل سيلكت، اقول له سيلكت وبعدين اخد سيلكت للويندو اهو. تمام كده يا جماعه، ما ظهرش الماتيريال، ولكن لو عملنا سيلكت هنا هنلاقي الماتيريال ظاهره في البروبرتس. الماتيريال ظاهره في البروبرتس هنا ولكن مش ظاهره في الكتابه هنا. ليه؟ لان هي عاملينها انفيزبل. طيب نعمل بروك ايديت تاني، في مشكله هتقابلنا لما نيجي نكتب تكست عادي. تكست عادي جدا، هنقول له اوكي. تكست اهو اوكي تمام. وعايزين نعمل اتريبيوت تاني، ناخد كوبي من ده. في ناس بتروح على طول عامله ايه؟ كوبي لده وتروح عامله واحد تاني، هتقول ويندو نمبر، هيبقى ويندو مثلا الهنجز بتاعه المفصله. طبعا اتفقنا ان التاج لازم يكون مختلف، اول شرط فيه انه يكون مفيش اتنين اتريبيوت بنفس التاج، و تاني حاجه ما يكونش في التاج مسافات. تمام. طيب عملنا الهايت اهو، وطبعا هنعمله انفيزبل زي برضو زي الاخوه. فجينا بقى عايزين نعمل الوث بتاعه، هناخد كابل لده وهنكتب ايه؟ الويندو الوث بتاعه. انا سيبت التاج زي ما هو عشان نشوف هيظهر ايه. الوث بتاعه مثلا ايه؟ 1000. تمام. وهنيجي على ديت نكتب الهايت بتاعه 1200. تمام. تمام كده يا جماعة، هنبتدي نعمل ايه بقى؟ نعمل كلوز سيف موجود هنا اهو، نعمل اتريبيوت سينكرونايز عشان نظهر الحاجات اللي موجودة. ATTSYNC اهو، سيلكت، نعمل سيلكت ليه، انتر اهم. ما ظهروش ليه؟ لان التلاتة دول انفيزبل. طيب لما يجي نعمل ميرور، لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الاتريبيوت اهو ما حصلوش حاجه، زي ما هو اتجاهه عادي. انما التكست حصل له ايه؟ اتقلب. تمام. فنخلي بالنا من الحته دي، لان ادام حاجه اتقلبت يبقى ده تكست مش اتريبيوت، زي ما هي بقى اتريبيوت. طيب نيجي نعمل اديت بقى لده. ملاحظين ايه هنا؟ ملاحظين ان الويندو اللي احنا عاملينه في الاول خالص اللي هو W01 اهو لونه اسود عادي، والماتيريال برضو اسود بس هو انفيزبل مش مهم. الهايت اتنين اهم حمر. ليه؟ بيقول لك التاج ده مشترك بينهم هما الاثنين، فدي مشكله عندك لازم تحلها. فانا لازم ارجع احلها، لان دي هتعمل داتا اكستراكت مش هتطلع معايا كويسه. لازم التاج يكون مختلف في كل واحد فيهم. اقول له اوكي تمام، هرجع للبلوك تاني اعمل له بلوك اديت واقول له اوكي، واجي بقى دعيت على الهاي ده خلاص. نخش بقى على ايه؟ على التاني ده اللي هو الويتس بتاعنا اللي هو ده الويث. هنلاقي كل الداتا على فكره يا جماعه في البروبرتيز هنا اهي. دايما يا جماعه نحاول نفتح البروبرتيز دايما عشان تلاقي فيها تمام. طيب احنا عايزين بقى التاج بتاعنا اهو، هنغيره من الاتش للويث. لسه احمر، حد يعرف يقول لي ليه احمر لسه؟ ما جاش ما بقاش لونه اسود عادي زي الغري التانيين. يا جماعه
تمام، نحلها ازاي الحته دي؟ الاثنين لسه احمر هنا اهم، عايزين نخليهم اسود زي ده عشان يبقى كل التاج احنا غيرناه جوه البلوك، التاج غيرناه بس مش ظاهر هنا، هنعمل ايه؟ هنكتب اتريبيوت. تمام تمام باشمهندس، اتريبيوت سينكرونايز سيلكت، هو بيتغير هو بيقرا لوحده، هنقول له بيقول هو بيقول لي بقى بلوك دبليو 0 دبليو نمبر، اقول له يس اهم. طبعا دي اتعملت لان هو عمل له ميرور الاول، فدي دايما بنحاول نخليها في ايدينا عشان من اما يجي نعمل حاجات هيتعمل لها ميرور او حاجه زي كده نخلي التكست في النص عشان لما يتعمل ميرور ما يطلعش بره التكست بره البلوك بتاعي. فنيجي نشوف بقى الايديت عادي، هنلاقي بص الاربعه كلهم تمام وزي الفل. تمام طيب هنغير دول بقى، ده عندنا البلوكات دهيت، عايزين نعمل اكستراكت. طبعا احنا هناخد دهوت كوبي، ناخد الاثنين دول W1 الماتيريال وود، الهايت 1200 ده 1000 عادي، اللي بعده هيبقى 1200 بس العرض بتاعه 900 وود برضه خشب، الثلاثه دول هيبقوا بلاستيك بي في سي. تمام 1200 وعرضه 1200 برضه، خلي واحد فيهم 1000 بس. طبعا هيتغير الرقم ده بتاعه W، هيبقى W2 مثلا هنا. طبعا ده ما دام الشباك اتغير ده رقم ثالث W3، خليها W4 ستيل جي اي مثلا، جي اي يعني جربانايزد ايرن، ده بيبقى فاير ريتد او شباك فاير ريتد مثلا بيبقى موجود، بيبقى 1200 و1000 برضه نفس المبدا. تمام طيب عايز اطلع الداتا، عايز اطلع الداتا دي في جدول، عايز اشوف اللي باين هنا بس الويندو وانتو نمبر بس. طبعا ده تكست عادي مش هيفرق معانا لانه مش جوه، مش معانا في الاتريبيوت، ده تكست موجود جوه البلوك. طيب هنعمل ايه؟ ناخد داتا اكستراكشن نيكست، ده بيربط بيكتب الداتا بتاعت البلوكات الاتريبيوت بيحطها فين؟ في ملف خارجي اسمه دي اكس اي. فهنحاول نخلي دايما الاسامي ده بتاع ويندو، فهنكتب ايه؟ ويندو ويندو تايبس. تمام لازم لو رجعنا للمحاضرات بتاعت الدرافتنج ستاندرد، لازم طبعا بتبقى المشروع ليه رقم وليه اسم وحاجات زي كده. الدرافتنج ستاندرد هيعرف الحاجات دي كلها، ولكن احنا بنتجاوز دلوقتي عشان الوقت بس، هنقول له سيف فبيرجع يقول لي طبعا انا هتجاوز عن بعض الحاجات هنا عشان احنا الديفينيشن الاكستراكشن هنشرحه تاني، هقول له نيكست. هي اوبجكتس اونلي هنا البلوك اهي، وهقول له ده اللي فيه اتريبيوت بس، الاثنين دول فيهم اتريبيوت، انا مش عايز فاونديشن، مش عايز الفاونديشن، انا عايز اقول نيكست. دي الداتا كلها مش عاوزهم كلهم ولا عايز هنا، انا عايز بس الاتريبيوت ده اهو، ظهر لي الاتريبيوت اللي انا عايز اخده، اروح معلم عليهم كلهم انا عاوزه. ادي الماتيريال ويندو ماتيريال الويدث والنمبر والهايت. تمام نقول نيكست، ظهر لنا كل حاجه اهو، ده الكاونت وده البلوك نيم، مش عايز اظهر البلوك نيم عندي، الماتيريال انا عايز الويندو نمبر الاول هحطه هسحبه، هدوس عليه واسحبه كده، اسحبه لغايه لما يجي في الاول، وبعدين الكاونت بعديه، وبعدين الويدث الاول، عايز اعمل سورتنج للويندو، وبعد كده عايز في الكولوم سورت اوبشن هنا،
هنا بقول له نيو واحد جديد، انا عايز هنا انا عندي الويندو نمبر، عايز بعديه الماتيريال السورتنج الاول ويندو نمبر، لو اتنين تشابهوا زي دول يبقى انا عايز بالماتيريال. طيب واحد تاني عايز بعد كده بالويث، وبعد كده الاخير خالص اللي هو الايه الهايت ومش عايز الكاونت خلاص، اقول له اوكي اهو راح مرتبهم لي تنازلي بالمنظر ده. يبقى دبليو 1 هو ده، انا عايز الماتيريال اهم حاجه الاول عشان اجمع الماتيريال كلها مع بعض الاول، وهكذا و اقول له نيكست. هنا بيقول لي فيه اتنين اوبشن، يا اما تعملها اكسل شيت او داتا اكستراكشن تبقى تيبل في الجدول هنا، اقول له في سوري تيبل في اللوحه، اقول نيكست. التايب تايبس تمام. نيكست بيقول لي فينش، اقول له فينش خلاص انا عايز كل الداتا اهي. شايفين يا جماعه في جدول ظهر اهو، نخش عليه بقى نشوفه عامل لنا فين. ايوه شايفين يا جماعه جايب الجدول بالحاجات دي كلها. طيب عملنا شبابيك تانية كوبي الحاجات دي كلها هي كده، المفروض الجدول يتضاعف بس العدد اهو. نعمله ازاي؟ نقول له رايت كليك في ابديت تيبل، راح مضاعف العدد اهو. طبعا شايفين حالة القفل دهيت معناها انه ايه الجدول ده مربوط بحاجه داتا موجوده في اللوحه. طيب تيجي نغير في الداتا دي، ناخد ده كله كده ونخلي الجداد بقى، هنخلي العرض بتاعهم ده 1400 تمام، وده الماتيريال بتاعته بي في سي. اتنين ستة واتنين تمانية واربعة اتناشر دول نعدهم كده اهم موجودين هنا، هم فعلا 16 بلوك. شايفين يا جماعة اهو 16 بلوك 18 بلوك. تمام رجعنا سالمين سامعين. تمام طب احنا قلنا ان احنا غيرنا الداتا في الجداول دهية في البلوكات دي، غيرنا الاتريبيوت، تيجي نغير تاني هناخد دول كمان ونغير الداتا بتاعتهم. الهايت هيبقى ثابت انما الويتس هيختلف، هنقول مثلا ايه 1300 تمام. هاجي على الجدول بقى، الجدول ده هو كام؟ 1 2 3 4 5. طيب هنعمل له ابديت بقى ازاي؟ نعمل له ابديت، هنعمل رايت كليك عليه ونقول ابديت تيبل داتا لينك اهي. راح اعمل كام؟ شفتوا بقى يا جماعه عمل ايه؟ كتر ازاي؟ جاب كل حاجه وبالتسلسل برضو W1 الأول W2 3 4، ساب الكاونت ما عملوش سورتنج ليه، لكن عمل في W1 أهو عمل البي الأول. حاضر حاضر يا باشمهندس علي. طبعا W1 فيها خمتين بي في سي ولود، راح جاب البي في سي لأنه البي ده للدبليو أهو، مد 2 و3 بي في سي بس، 4 فيهم جي أي، 3 جي أي، 1 بي في سي. بعد كده عمل السورتنج نفس المبدا بالويتس وبعدين الهايت.
صح كده ولا؟ اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس علاء، انا مش عارف، انا صح كده، بعمل الميوت صح كده يا جماعه؟ تمام لحد هنا يا جماعة؟ اتفضل يا باشمهندس، كنت عايز تقول ايه؟ طبعا كده في البلان يا جماعة بقى، لما نيجي نعمل ممكن نعمل حصر براحتنا. طيب الاتريبيوت ده ليه حد؟ لا طبعا ملوش حد، ممكن تفتح براحتك اللي انت عايزه فيه. طب هنيجي بقى نصغره ده على قدنا بقى، عشان ايه نظبط البلوك بقى، يبقى بلوك حاجه محترمه كده شويه. ده كله مش فارق معانا، التكست هنشيله لان كل ده انفيزبل، كله هنروح عاملينه تحت شويه كده ماشي، ونجيب ده هنا كده، عمليه تنظيم بس يعني ليس الا. اهو نصغر البلوك بقى على قدنا، ونخش على التكست ده نفسه ونعمله الجستيفيكيشن بتاعه، نعمل له ميدل سنتر اهو، وناخده من هنا. عايزين نحطه في السنتر يا جماعه ازاي؟ بنعمل بيك ليه، وبعدين نعمل شيفت، ندوس على زر الشيفت اهو، والرايت كليك هيظهر لي قايمه ثالث واحده ميد بوينتس بدون تو بوينتس اهي، اختار ما بين، بقول له ما بين النقطه دي والنقطه دي، فراح جايبه لي في النص. تمام كده يا جماعه، اقول له اوكي سيف سيف، عملها طبعا ما تغيرش مكانه لان هو يعمله اتريبيوت سينكرونايز سيلكت اهو. تمام كده يا جماعه، باقي الاتريبيوتس مش باينه لان هي عاملينها انفيزبل، فخلاص مش هتبان. ولكن دي هي دي في حاجه زي كده يا جماعه مشابهه في الـ في الـ في الاتريبيوت في سوري في الريفت. ها يا جماعه ايه رايك، اقتراحاتكم في حاجه في الريفت زي كده؟ هي دي بدايه البيم، بدايات البيم ان احنا بنحط الداتا في كل، يا باشمهندس احنا بنحط في الريفت تاجز برضو مختلفه عشان نحط فيها الداتا بتاعت الماتيريال. هنا نفس المبدا، لما نعمل بلوك هنعمل فيه التاجز دهيت، هتبقى طبعا الاوتوكاد لانه مش متعرق الخطوط ما فيهوش حاجات زي كده، ولكن هتبقى في الاتريبيوت والبلوكات هتبقى فيها التاجز موجوده كاننا بنعمل فيها بيم بالظبط. نبتدي ممكن نبتدي البيم في حاجه زي كده في الاوتوكاد. تمام يا جماعه، طبعا هي الفكره طبعا هتكون صعبه شويه في الاوتوكاد، ولكن يعني احنا بنحاول ايه نوصل بيستغلوا القدرات الموجوده. الاسكاد والباراميترز احنا شرحناها في الدايناميك بلوك. طب ممكن نخلي الأسئلة في الآخر، الأسئلة العامة دي نخليها في الآخر. حاضر. هو المهندس ماهر بيسأل على البراميترز والأكشن، قصدك على كده؟ البارامتر احنا شرحناه في الديناميك بلوك امبارح، احنا ممكن نعمل طبعا ستريتش هنا ونكبر براحتنا يعني.
باشمهندس حسن، انا اقصد ان السكادولز والبارامترز في الريبت شبه الاتريبيوت في الكاد يعني. نعم. السكادر بتاع المسميات هنا مختلفة عن هنا، فما بيقولوا ايه، ما بيقولوا الشطرة بتغزل برجل الحمار، برجل المعزة مثلا. فاحنا بنحاول نفس المبدأ، نحاول ناخد الحاجات دي ونعملها. ماشي. طيب كده تمام يا جماعة لحد هنا اللي يشبهه في الريفت. تمام، نرجع بقى خلصنا عملنا اكستراكتنج اتريبيوتس. طبعا الموضوع الداتا اكستراكشن ليه موضوع تاني لوحده يعني، تلوش اهو طلع هو اللي بعده على طول. نخش يا جماعه النقطه اللي بعدها. تمام، ولا تحب تاخد وقت تجربوا فيه؟ أنا سؤال باشمهندس عماد. تمام كده يا جماعة، نبتدي في الـ Data Extraction. تمام، المحاضرة مسجلة وهتكون موجودة على البلاي ليست الموجود عندكم، هتنزل فيه زي المرة اللي فاتت واللي قبلها اللي قبلها. طبعا المرة اللي فاتت دي قبلها عشان كنا الموضوع واحد اللي هو الديناميك بلوك، فهو نزل فايل واحد. انما اول محاضرة كان كذا موضوع، فكل موضوع نازل بملف لوحده للتسهيل طبعا، عشان الفرجة وعشان الوقت طبعا في الشبكات والحاجات دي كلها. تمام ماشي. الداتا اكستراكشن كنا لسه بنتكلم على شبه في الريفت. الداتا اكستراكشن دي تقريبا زي السكادول في الريفت تقريبا، اللي هي البارامترز اللي لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي ايه، بارامتر والسكادول. تمام، البلوكات نقول له قيم التولز، في داتا اكستراكشن اهي. ايه رايكم ناخد اللوحه دي نعمل لها سيف دلوقتي ونعمل لها سيف لوحات في ال اللوحات اللي فيها البابو شاهد مثلا والقواعد والشبابيك دي مثلا في كذا لوحه، فانا هخليها درونج 02 مثلا وكده. هنفتحها ونقول له افتحها لنا نشوف هنفتح فيها ازاي. اهو كده لوحتين معانا موجودين، هنغير في واحده فيهم ونخليها كلها الشبابيك كلها 800 عشان يبقى باين الفرق كبير قوي وباين. هنسيب كل الداتا زي ما هي. تمام كده يا جماعه. طيب نسيف عشان الداتا اكستراكت بيطلب منها تسييف. هنطلب بقى نقول له ايه داتا اكستراكت. لو انا عامل قبل كده داتا اكستراكت واخدها من هنا بيقول لي بيوز بريفيوس، فانا طبعا عامل واحده اللي هي الويندو تايبس دي بتعمل عليا ايه، بتسهل عليا الخطوات اللي بعد كده، بس انا مش هاخدها دلوقتي عشان هنبتدي من الاول خالص. طيب داتا اكستراكشن لو موجود واحد، طبعا ده بنعمل واحد جديد بس هنستعمل اللي قبل ايه بريفيوس، واحد موجود قبل كده. هنا نعمل واحد جديد خالص، هنعمل سوري اللي موجود هنعدل فيه. عايزين نعمل كريت من الاول عشان نشوف الايه الفرق بتاعنا فيه ايه.
نقول له نيكست، يقول لي عايز تحطه ايه، هقول له ويندو تايبز داش 2 تمام. بيقول لي عايز تو اد فولدر ولا اد درونز، لو عايز اد فولدر طبعا ده اكستراكت بيحسب لي، بيقول لي عايز اوتوماتيكلي انكلود النيو درونز، يعني لو حطينا في الفولدر ده بلوك فايلات تاني هتاخد تدخل معانا في الاكستراكت ولا لا، اهو انكلود سب فولدر يس يوتلايز وايلد كارد اللوحات اللي عاوزها ايه. فطبعا دي كلها انا مش اختيارات انا مش عاوزها، انا عايز الايه الدرونج، عايز اخد اللوحه الثانيه اللي موجوده على الديسكتوب اللي هي اسمها درونج اهي، اللي هي درونج 2 دي اللي هي نفس المبدا اللي كنا شغالين عليها. نقول له اوبن، فمديني اللوحات اللي واخدها، نحط اد فولدر، ناخد الديسكتوب برضو بالمره اهو، اللوحات على الديسكتوب كلها صارت حاجه ماشي، هقول لانه بختار فولدر مش بختار فايلات، فهقول له اوبن هنا كده راح جه، هقول له اوكي. بص انا بيحط يا جماعه هيحطهم طبعا دلوقتي، هيحط لوحات الاوتوكاد الموجوده على الديسك توب او زعل منه. نقول له درونج، نحط تاني لوحه درونج 2، هنحط بتاعتنا احنا بقى اللي هي موجوده في اللوحه نفسها في السيتنج. طبعا لو علمت لوحه هنا واقول له ريموف هيتشال، فلو في كذا لوحه هنقول له درونجز ثانيه عشان نشيلها اهي زي دي مثلا، نقول له اوبن اتحطت اهي، فعايز اشيلها اقول له ايه ريموف، ويو لايك اقول له يس. سيتنج بقى اكستراكت اوبجكتس فروم بلوكس ولا فروم اكس ريف، طبعا انا عايز اكس ريف ولا لا، في البلوك كاونت ولا الحاجات دي كلها يا جماعه نقراها بالراحه ونشوفها ماشي يا جماعه. هنقول له نيكست، بيقعد يقرا اللوحتين اهو دلوقتي. بص اللوحه دي اللي شغال عليها اهو دلوقتي ايه ده، فروف ستوب لا بس. وطبعا حمل الفولدرز كلها اهو، فولدر يا جماعه اهو، فهنشيله عشان ايه من فين يا باشمهندس ادم، نبتدي من اول خالص تاني. انا عايز اخد الداتا اللي هنا، انا عندي لوحتين مفتوحين اهم 02 ودرونج 2، عايز اخد منهم داتا اكستراكت منهم هم الاثنين، احنا غيرنا في لوحه منهم واللوحه الثانيه ثابته زي ما هي، هنقول له داتا اكستراكت في واحد شغال عايزين نعدل عليه جاهز ماشي، او هنعمل واحد اديت اكسيستنج واحد موجود، فنعمل واحد لو قلت ده هيقول لي طب اختاره ماشي، فانا مش عايز، انا عايز واحد جديد، قول له نيكست جديد، لانه بتعمل الداتا بتتحفظ في ملف خارجي اسمه كذا دوت دي اكس اي تمام. اهو ظهر لنا الشاشه اللي بيقول لي درونج شيت او شيت ست انكلود كارنت درونج وسيلكت اوبجكتس ان كارنت درونج، لو عايز اوبجكتس بس الفايل كله، طبعا هسيب دي لان انا عايز الفايل كله الدرونج ازاي، طبعا هحط الدرونج بقى اللي هو ده وهقول له اوبن، راح فاتح الاثنين هنا اهم، ده كاتب اللي هو الكرنت دروينج وده الفايل الثاني، وهقول له نيكست. دي ممكن نستعملها في ايه يا جماعه، مثلا عايزين نعمل جدول ال او دي ليست اوف دروينج جدول اللوحات، فانا لو انا عامل الاتريبيوت لو عامل التايتل والداتا بتاعت الشيت تركت من هنا باسمها تمام كده يا جماعه، الحته كويسه الحته دي كده عندنا لوحتين، هقول له نيكست، فبيقول لي انت عاوز ايه، انا اقول له هنا نفس الحكايه واللي فيها اتريبيوت، طبعا الاثنين فيهم اتريبيوت بس انا عايز الويندو بس، هشيل ده هسيب ده، هقول له نيكست،
هنا بيطلع لي كل الداتا اهي من هنا اهو، هلغي اللي موجود واسيب الاتريبيوت بس. هنا 3D فيجواليزيشن، فيجواليزيشن شوف اهو. طبعا دي مش موجوده عندنا، الفيسز والايدجز والحاجات دي مش موجوده، اللوحه 2D مش موجوده، ما فيهاش الداتا دي خالص. ده بيجيب بقى الايه الداتا بتاعت الملف نفسه، الاوثر والكومنتس والدروينج فيرجن، فايل اكسس، مين اللي فتح الفايل، لاست، الحاجات دي. وتقدر انك تايم اهو. الجيومتري دي بيجيب الحاجات اللي موجوده، الهايبر لينك كلر الجيومتري بتاعه ده جنرال، سوري الجيومتري. طبعا هي بلوكات بس، فكاتب اكس وواي بتاعت اللي هي الجيومتري بتاع البلوكات، احنا مختارين بلوكات بس. المسلينز بقى اللي هي الداتا المسلينز البلوك يونت بس، مش عايزين حاجه تاني. والاربعه متعلم عليهم، هنقول له ايه نيكست. الصوت بيقطع بس الجدول مختاره وكل حاجة تمام. نفتح شوية كده. طبعا هنا ما ذكرش لانه عايز يجمع جدول، مش فارقة معاه، فيه اقول له الكومباين، راح فرد كل واحد لوحده. كومباين دي يعني لو في حاجة متشابهة ضمها مع بعض. الكاونت كولوم اللي هو الترتيب، العدد، البلوك نيم اللي هو ده، احنا مش عايزين البلوك نيم، مش عايزين البلوك نيم. صوت لسه بيقطع شلون زماني، صوت لسه بيقطع. طب تركز ولا لسه؟ ده اكستراكشن نبتدي من الاول تاني. بس طب انا هستاذنكم بس اخرج عشان اخش على معايا يا جماعة. تمام سامعين؟ تمام. احنا كده ممكن نضيف لوحة جديدة او فولدر كامل. تمام هنقول نيكست. طبعا احنا اضفنا لوحه اللي هي الثانيه، ده 02 اللي هي الكرنت دروينج، دروينج 2 اللي هي الثانيه. نيكست ظهر البلوكات اللي هنا، عايزين الويندو بس. نيكست دي الشغل 3 دي بيظهرها لو انت عايز تاخد الداتا. طبعا انا بوريك الجيومتري عشان نشوفها. هنا البروبرتس بتاعت هنا البروبرتس، وهنا الجيومتري الكاتيجوري اللي بناخد منه، عايزين الكاتيجوري اتريبيوت، فبيجيب لنا الحاجات الاتريبيوت اللي موجوده في اللوحه اهي، الكاتيجوري بتاعها اهو. طيب الدروينج نفسها دي الداتا بتاعت الدروينج، فاكرين الفيلد نفس الداتا بتطلع هنا اهي، الاوثر مين، مين اللي شغال عليه، لو في كومنت، لو في دروينج فيرجن نمبر، الاكسس، وهكذا. فسايز الهايبر لينك، كي ووردز، سبجكت، تايتل، وهكذا. دي جنرال داتا تبع الملف اللي هو الملف نفسه. كلر في الالوان المستخدمه ايه، الهايبر لينك واللايرز. طبعا الحاجه دي الداتا دي يا جماعه موجوده، انا اللي عاوزها ولا مش عاوزها هنا بيفرق معايا.
تمام الجيومتري طبعا البلوك الاكس والواي بتاعته البوزيشن اكس اهو والسكيل اكس الجيومتري بتاعه الميسيلينياس بقى اللي هي ايه البلوك يونت والروتيشن يونت فاكتور دي للبلوك طبعا البروبرتيز دي هتتغير حسب بنعمل له داتا اكستراكشن احنا عايزين الاتريبيوت بس دلوقتي اهو هنقوله نيكست جاب لنا الجدول بتاعنا اهو عايزين نرتبه فعايزين الويندو نمبر في الاول بعديها الكاونت بعديها الماتيريال هايت والويث نخلي الويث الاول بعد كده الهايت تمام كده يا جماعه طيب احنا عملنا سورتنج للويندو نمبر عايز اعمل سورتنج تاني طبعا ده كده بياخد الباقي عشوائي فانا عايز اعمل سورتنج هنا برضو في سورت اهي سورت كولمز اوبشنز بيقول لي عايز بعد كده فانا عايز نفس الترتيب ده الماتيريال الاول فهقول له سيلكت كل ما هو الماتيريال الاول وبعد كده الويث وهي واحد تاني اللي هو الهايت ده مش عايزينه يبقى هنعمل النود نمبر الاول وبعد كده الماتيريال او العمود السورتنج حسب ايه حسب زي الاكسل بالظبط كده زي الاكسل تمام يا جماعه ادي الويندو اهو بعد كده الماتيريال الويث والهايت اكسل بالظبط وهنقول له اوكي طبعا لو عايز اغير واحد عايز ابتدي من ده مثلا الاول اهو بعد ما ظبطت هنا لقيته ان انا عايز اعمل غير اقول له موف اب اقف على واحد واقول له ايه موف اب هجيبه لي فوق اهو لا هرجع لونه تاني انا عايز الويث الاول العرض الاول بعد كده ارتفاع اقول له اوكي كده يا جماعه ظبط معانا اقول له ايه نيكست عايزه جدول ولا عايزه في اكسل شيت هنعمل الاثنين بيقول انت عايز تحطه فين انت اهو لا انا عايز احطه على الديسكتوب نفس المكان عشان ايه انا حطيت هنا الملفات الاوتوكاد فاحطه نفس المكان اقول له نيكست هيعمل لي جدول هيعمل لي جدول هنا في الاوتوكاد وبعدين يعمل لي اكسل شيت بره الجدول مربوط بالداتا يعني اقول له نيكست هنا طبعا احنا لو رجعنا للمحاضره بتاعت الاوتوكاد ستاندرد ودرافتنج سيستم هنعرف الجدول ازاي نحضره وازاي نعمل واحد جديد خاص بينا كشركه او كهيئه معينه بشتغل بيها معاها فهي اعملها سيستم ده بتاعنا اقول له نيكست بيقول هنا التايتل هقول له ايه هقول له ويندو تايبس تمام بروبرتي نيم عشان يحط لي الهيدر هنا نفس الحكايه هقول له ويس بيقول لي فينش هقول له فينش خلاص بيقول عايز تحط الجدول فين بقى بيجمع الداتا اهو دلوقتي بيقول عايز تحطه فين فهقول له حطه هنا تمام راح ايه مطلع الداتا هي كلها يا جماعه طيب تيجوا نغير الداتا ناخد دول كلهم كده حاضر باشمهندس مصطفى حاضر هنا بعتلك حاضر نغير الداتا الماتيريال هنخلي ده كله جي اي و1200 عرضه عادي وكل حاجه ودولم بي في سي 800 هنخليهم 900 خلي زي ما هو ماشي طب يا جماعة نعمل سيف نسيب اللوحة نطلع اللوحة التانية نغير الداتا نخلي ده كله حاجة واحدة بقى عشان نعمل الترقيم بتاعنا يبقى باين ان هو ارقام كتير ده اربعة هنقول له الماتيريال بتاعته اسمه جي اي 1200 والهايت بتاعه 1000 بتاعه 1000 ونسيف نعمل سيف برضو في اللوحه دي نرجع بقى للوحه الثانيه الجدول بتاعنا اهو الجدول بتاعنا اهو هاجي على السيلكت عليه رايت كليك اقول له في هنا اسمها ابديت اهو هعدل الترقيم ده كله
شوفوا يا جماعه في 6 اهو، الارقام الكبيره ظهرت اهي، دي الشبكه اللي حولناها لترقيم تاني. تمام كده يا جماعه؟ حاضر يا باشمهندس، هحط الستاندرد، هحط اللينك بتاعها في الواتساب جروب. حاضر. في نقطة مش واضحة يا جماعة في الموضوع هنا؟ طيب نشوف الموضوع اللي بعده. خدنا ده اكستراكشن. تحب نريح 5 كده بس عشان الموضوع تاني اللي هو الطباعة والحاجات دي كلها. حاضر. خمس راحة بس تنظيم معلومات بس في الدماغ. ده لقاء يا باشمهندس مش حصة، ده لقاء، احنا مع بعض وبنتعلم من بعض. حاضر. نبتدي يا جماعة. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس عمرو لو سمحت ممكن ازاي اتكلم؟ اعمل له انميوت ازاي؟ باشمهندس هو ممكن اي حد يعمل انميوت ويتكلم، مفيش اي مشكله. باشمهندس اشرف اتفضل. باشمهندس محمد اشرف. ايه باشمهندس، لو حضرتك عايز اي حد يعمل مداخله، اي حد ممكن يعمل ريز هاند ونعمل انميوت. ما المهندس حسام رفع ايده، اعمل ريز هاند. انا عملت. السلام عليكم. باشمهندس اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في نقطة ممكن حضرتك تضيفها، يعني اللي هي ازاي تعمل اكستراكت للاتريبيوت وازاي تعمل اكسبورت وازاي تعمل له امبورت. دي بتاعت الاكسبريس مينيو. ايوه بالظبط. انا بصراحة انا لان انا بتعامل مع الاثبات فالحاجات دي ما بستعملهاش قوي، لكن هنخش نعملها برضو اهو. بصوا يا جماعة، طب في أسئلة تانية؟ طيب بصوا يا جماعة، لو كان عندي بلوكات كتير وعايز أعدل في جزء منهم، الأوتوكاد بيبقى نعم، لو عندي بلوكات وعايز أعدل فيها بس كتيرة مثلا من إكسل أو حاجة زي كده، ملف خارجي يعني، ففي هنا حاجه اسمها داتا اكستراكت. طبعا احنا عملناها بالاكسبريس منيو، هنيجي نشوف الاكسل شيت بتاعه. تيجي نشوف الاكسل شيت هو على الديسكتوب ده اللي هو رقم 2 ده.
اهو يا جماعة. نفس الداتا اللي هناك هي راح مطلعها لي هنا في الجدول بتاعنا كده. واضحة يا جماعة؟ بس طبعا دي ما بيعملش فيها امبورت واكسبورت، لكن احنا بنخرج داتا اكسل شيت عشان لو عايز اقدمه مع، لو في داتا عايز اقدمها اكسل شيت ولا حاجه. طبعا زي ما قلنا الدرونج ليست بنقدمها بالطريقه دي. يعني مثلا تيجي نجربها الحكايه دي، التول سهول داتا اكستراكت. طبعا احنا عندنا واحد هنظبط عليه اللي هو ده نيكست اهو سيف. طبعا مش بيقول عشان لو موجود، لو هو اكزيست وعايز تعدل فيه، والتاني ده لو هو ايه عايز تعمل له اديت. الفرق بين الاثنين ايه يا جماعه؟ نرجع تاني بس في الحته دي عشان نشرحها باستفاضه. وعندي منين هتلاقي حضرتك راحت فين؟ أنا ممكن مش عارف أعملها عشان مثلا أكون أدمن ولا حاجة. طب بس طيب الفرق بين الاتنين إيه يا جماعة؟ هنا لو عايز أستعمل جدول معمور محدد وعايز أخده كديفولت أشتغل منه كبداية أشتغل منه، فهو بعمل هنا بقول له هات الملف ده اهو تمام. لما اجي اشتغل بعد كده اقول له نيكست، هيقول لي ايه؟ هيقول لي طب الجديد بقى عايز تحفظه فين؟ فاقول له برده نفس المبدا اخليه ثلاثة اهو، عشان في خطوات اختصرها في الجدول ما اقعدش اعيدها تاني معاه، فاقول له سيف مثلا زي التنظيم مثلا. طيب الثانيه ايه بقى؟ لو هعمل، لو عندي عايز اعمل له اوديت بس، يعني لو خدت اثنين ده وعايز اعمل له اوديت بس، هتلاقي ماشي معايا اهو، بيروح معدل وراح ماشي النيكست بتاعتنا كل حاجه، هتلاقي المواصفات كلها موجوده زي ما هي. فانا عايز اعمل له اديت، عايز احط بقى جديده بره خالص اهو، عايز بقى اضيف لوحه جديده كمان عايز احطها، فاقول له ايه داتا اكستراكت اهو، اقول له اديت عايزين رقمين رقم 3، نقول له ايه سيلكت فايل نوت فاليد عشان مش موجوده في اللوحه دي، انا عايز اعدل اثنين هو اللي موجود، اقول له اوبن اهو نيكست اهو شغال عادي، هقول له اد درونجز. اللوحه دي فيها تايتل، اللوحه دي برضه اهو بس دي فيها مش تايتل، مش نجيب اللوحة من عندي كده ايه فيها ده اللي كنا بنتكلم عليه يا جماعة، تنظيم الأسامي اهي. فهخش مثلا أضفنا اللوحتين اهم، هنقول نيكست. طبعا هيبقى لو حد صعبه شويه لانه فيها اوبجكتس كتير ديفرنت يونت سيتنجز وير فاوند، اقول له يس اهو. هنا طبعا عشان دي لوحه شغل بقى كلها، فهقول له ديز اهم التايتل اهو، هو ده يا جماعه، هقول له نيكست اهو. ده انا بستعملها في المشاريع لما اخلص المشروع وعايز اعمل درونج ليست، بعملها بالطريقه دي. فانا هجيب الاتريبيوت كلها موجوده اهي، اقول له نيكست لكن ده متشابهين اهو نيكست
next next finish. حاضر، هقول الفايل مفتوح فهقول له اقفله. حاضر. اهو يا جماعه، بجيب الدرونج نمبر، برنتبل ديت بتعمل امتى، ريفيجن سكيل تايتل 1 تايتل 2 تايتل 3، كل حاجه موجوده. متفقين كده يا جماعه؟ نشوف الجدول الاكسل شيت اهو، نفتحه. طبعا دي الداتا القديمه بتاعت اللوحه الثانيه. ظبط كده يا جماعه؟ طبعا لو لما اعدي اللوحات هناك واقول له ايه تمام كده يا جماعه. في نقطه عايز ارجع لها يا جماعه لو سمحتوا، في الاتريبيوت لما اجي اعمل اديت هنا الدرونج في الويندو مثلا اهو، في البلوك بتاع الويندو في داتا الفيزابل والانفيزابل، دي الفيزابل اهي والانفيزابل ورا بعض. طب عايز اطلع واحده مكان الثانيه هنا، عايز اطلع دي هنا، اعملها ازاي؟ حد عنده فكره يا جماعه؟ غير ترتيب الاسطر دي هنا، حد عنده فكره؟ طيب مش هتتعمل، ترفع ريز هاند او ترد في الشات على طول، تكتب ايه؟ ممكن تكتب الامر على طول، ريز هاند، ريز هاند بس شن هنشوف السعر 20 بالفين. فين الريز هاند يا جماعة؟ السلام عليكم، سامعني يا باشمهندس حسن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بحاول هو عمل لي الهوست يعني كتر خيره عمل لي انميوت، بس انا مش لاقي الهاند فعلا، يعني نفسي اتكلم ومش عارف اتكلم بقالي ساعة ولا حاجة. كنت بس بستأذنك سؤال في الاتريبيوت، انا كنت شغال على اتريبيوت النهارده. بالنسبه لي انا الاتريبيوت انا بحاول اغير الكلر بتاعه علشان انا بعتبره زيه زي الكلر المعماري، يعني انا مهندس ميكانيكا، فبالنسبه لي بخلي الصفحه كلها او اللوحه كلها على لاير معماري واحده، لان انا بشتغل ايه فيما يخص شغل الميكانيكا. انت عارف بقى شغل الكادكت او بايبنج او اي حاجه من الحاجات بتاعتنا دي. نعم. بس غيرت الكلر بتاع الكلام، يعني مثلا لو عندي دايره متقسمه، مثلا لو بنتكلم بالنسبه للاكسس مثلا، يعني اسم الاكسس رقم الاكسس فوق وتحت، غيرت الكلر بتاعهم، بس الفريم بتاع الاتريبيوت نفسه ما عرفتش اغير الكلر بتاعه. لو انا حابب احافظ على الاتريبيوت من غير ما اعمل له اكسبلود واغير الكلر بتاعه كله للون معين مثلا او لاير معينه، اعمل الموضوع ده ازاي؟ حاضر. البلوك ده يا جماعة هنقول لير اهو جديد، نعمل لير هنخرجه اخضر. لو خدنا البلوك ده وديناه على اللير الاخضر دخل معانا وخد معانا كل حاجة. طب انا مش عايز ياخد اللون، طب الحركة العكسية بقى بتاعته،
وده. تلاحظوا يا جماعه ان يعني اتغير، لان انا بظبط سيستم حياتي وانا شغال او في ملف الفايل اوتوكاد بظبطه بطريقه معينه بحيث كل حاجه سيستم معين بتاعها شغال. يعني البلوكات بشتغل على بقف اما اجي اشتغلت على اللير زيرو، لما تيجي تعمل بلوك على اللير زيرو عشان كل حاجه تتسري. ده امتى يتغير ده؟ هنعمل بلوك اهو، دول هناخدهم يا اما فلاي يا اما بلون. يعني هناخد دي مره مثلا، دي مره بلاير تاني، وده مره دي هنخليها برضو على اللير زيرو ولكن بلون مختلف. تمام، هنقول له سيف. ETTSYNC اهو. بص يا جماعه هنا عمل ايه؟ خلى كل الفريمات خضراء، انما التكست نفسه الاتريبيوت هنا ابيض وهنا اخضر لان ده متغير. هنا اتريبيوت سينكرونايز اهو احمر ازاي؟ لان حاطه بلون احمر. حتى لو غيرت اللير، حتى اهو رجعتهم على اللير زيرو تاني اهو، لانه باخد بلون ده البلوك الاوبجيكت ده اللي هو الريكتانجل جاي على لير وده واخد لون. طب هنظبطهم ازاي؟ هندخل عليه ونقول له خلي كل سيلكت اول، ونقول له كله حطه على اللير زيرو، وحطه على اللير زيرو كله باي لير. بس انا افضل ان انا في الشغل بتاعي عامه بعمل التكست او الاتريبيوت عامه بيبقى لونه اخضر، عشان لو حتى راح في اي حته يبقى لونه اخضر موجود ثابت زي التكست بالظبط لونه اخضر. ولكن طبعا دي كلها حريات شخصيه فرقه طبعا. يعني مثلا نرجعه لونه الزيرو تاني عشان ايه لو باي لاير، ونقول له كلوز سيف اتريبيوت سينكرونايز كله خد دول بقى على اللاير تاني اهم، خد اللاير الجديد اللون تاني. تمام كده يا باشمهندس؟ طب لو عملنا الالوان باي بلوك، خدنا الاوبجكت اهو وخلينا الكالر هنا بدل على زيرو زيرو برضو، لكن هنخلي الكالر اوكي سيف اهو. لو البلوك هنا كالر عملت له يلو مثلا اهو، شكله اتغير ازاي يا جماعه؟ بقى ليك. حاضر استاذ حسن. نعم باشمهندس حسن. سامعني؟ نعم. تمام. يعني انا فهمت دلوقتي ان انت بتعمل بالنسبه للاتريبيوت بتخش على البلوك ايديت بتاعه بتغير الكلر او بتغير اللاير بتاعته، مظبوط كده؟ ايوه، كل الاوبجكت بتحطها باي لاير وكل باي على اللاير زيرو. يعني الاوبجكت اهو هيحسب بالظبط، هتعمل بلوك. انا شرحت لك الموضوعين، ولكن في حالتك الخاصه سيلكت عليهم كده على كل الاوبجكت، سيلكت اول عشان كل الاوبجكت، وتاخد الكلر باي لاير لازم الكلر باي لاير دي الاول. انا عملت لك العكس عشان تشوف الفرق المشكله فين. انا بس زي اللي عندك بالظبط. تمام، انا هتقول له بالظبط اهو. اما بقى الوان اهو هتروح عامله دول عشان لير، ناخد لير تاني، لير تاني عشان نشوف الفرق. اهم هناخد دول نوديهم اللير تاني اللي هو ده اهو. شفت خدوا اللير التاني ازاي؟ ايا كان بقى تقعد تاخد دي. طيب انا كان عندي سؤال، انا في عندي لير اسمه فيكس بلوك. انت سامعني؟ سامعك، اتفضل. انا بالنسبه لي مثلا لو لوحه فيها اكتر من اتريبيوت، ولتكن لوحه معماري مثلا،
اللوحة المعمارية دي أنا بقراها على لير واحدة عشان أقدر أشتغل عليها نعم أو بس من بدون ما أفجرها علشان خاطر أحافظ، يعني أفضل أستيل محافظ على التفاصيل بتاعة الأتريبيوتس بتاعتها. فأنا كنت أعرف إن في أمر اسمه باتمان، باتمان ده يعني هو زي أتريبيوت سوبرفايزوري، تمام، بفتحه بقدر أغير من عن طريقه ده بختار أوبشنز بالأتريبيوت ده مثلا. باتمان، باتمان كده، باتمان كده، نعم باتمان ده ايوه فاهم يعتبر معاك سوبرفاي دبل تي دبل تي سوبرفايزر. ايوه بالظبط. بغير من عن طريق زي سوبرفايزر على كل الاتريبيوتس، بغير من عن طريقها اللاير، الكالر، اي حاجه ما تخص الاتريبيوت ده. بس دايما بص اقدر اغير اقدر اغير التكست بس اللي بيتغير، ما بقدرش اغير الكالر بتاع سواء بقى المستطيل او الدايره او الكلام اللي هو بيبقى ايه كونتينز التكست نفسه. هل في حاجه جوه الباتمان او اي اوردر تاني تخليني اقدر اغير مع ان هو نفس الاتريبيوت؟ طب ليه بس التكست اللي بيتغير وما بيتغيرش الشكل بتاع اللي هو حاطط التكست اه سواء مربع او انا لسه مستطيل او قايل اي؟ نعم تعمل سيلكت تقول الاوبجكت كلها تمام وتيجي على الكالر هنا تقول له باي لير واللير زيرو وتقفل تقول اتريبيوت سنكرايز تمام كده هتلاقي لونه اتغير للير اللي هو انت كده تقصد اتريبيوت يعني اتريبيوت باي اتريبيوت، كل اتريبيوت ادخل لوحده. كده كده كبلوك بلوك لا بلوك اهو دول هم هتعملهم كده هناخدهم في اللير تاني اهم هناخدهم على سوري من هنا اهو هناخدهم على الاحمر اهو بقى احمر اهو تاخد دول على الاخضر اهو على الاخضر ده اللي انت عايزه كده ده اللي بتسأل عليه يا باشمهندس ده ماشي، ده مظبوط. هو بس دي طريقة العمل، يعني ده الدوينج نفسه مش الاندوينج، يعني مش الريفرز بتاعها. انا كنت بسأل على ان انا محتاج اعمل ريفرز، هي اوريدي الاتريبيوت محطوطة على كالر او انا بحاول اخليها على الزيرو، فبقدر بس التكست لما بعمل كده سواء من الـ من من لو دخلت فتحت الاتريبيوت نفسه وغيرت الكالر بتاعه، او لو فتحت الباتمان السوبرفايزر وبغير الكالر بتاعه، التكست بس بالنسبه لي اللي بيتغير الريكتانجل او السيركل بس، هو بيفضل بنفس لون الكالر اللي جاي من اللوحه. هل دي بقى غلطه مثلا او تهنيجه في الاوتوكاد يا باشمهندس باشمهندس باتمان دهوت بيشتغل على ايه؟ اتريبيوت مانجر بلوك بي فور بلوك تي تي اي تي تي في اتريبيوت اتريبيوت ام اي مانجر تمام؟ بيشتغل اتريبيوت بس. طب انا عايز الاوبجكت بقى نفسها اعمل هنا سيلكت الاوبجكت ده اهو البلوك ده ظهرت لي الحاجات دي كلها انا عايز اوبجكت بقى اديت معايا تمام ادام جينا هنا بقى هنا الحته اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها ان احنا نرفع ده نخلي ده قبل ده هنعمله هنا وندوس فيه اب اهو راح الويت جاب للوايت اهو هنقول له سينكرونايز اهو هنعمل موف يا جماعه موف اب اهو موف داون تمام هنخليها قبل الماتيريال تحت موف داون اهي واقول له سينكرونايز تمام واقول له ابلاي اوكي هاجي اعمل دبل كليك هنا بقى عشان اعدل اهو شوفوا اللي جاي ايه اللي جاي الاول النمبر بعدين الويث والهايت والماتيريال لو عملناه من البلوك ايديت مش تمام كده يا جماعه تمام كده ماشي يا باشمهندس كده النهارده
نبتدي المرة الجاية، نبتدي المرة الجاية مع في ناس طلبت المحاضرة تبقى صعبة عشان التركيز. وفيك يا أخي. طيب أنا موجود على في أي وقت. في حاجة تانية هتكتب؟ أشكركم على الحضور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا، أستاذنا الغالي، أخبارك؟ عليكم السلام. معك عمر. نعم؟ مع حضرتك عمر، مع حضرتك عمر، عمر سليم. تفضل. عايزين بقى نتفق معاك قدام الناس على الكورس الجاي بإذن الله. هيكون عن إيه إن شاء الله؟ ألو؟ تقريبا الخط فصل. أستاذ حسن معانا ولا مشي؟ لا تقريبا فصل. يا طب هو هيرجع تاني؟ هو غالبا مش هيرجع دلوقتي، لو رجع هنكمل معاه، بس لو ما رجعش خلاص احنا نزلنا رابط الحضور اهوت. باشمهندس محمد اشرف مشكورا عمل رابط الحضور.